بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد. وبعد، نعلم جيدا أن علم الإسلام حينما انتقل إلى هنا وكانت مصر محكومة حكم طبيعي كان الإسلام مطبقا، ولكنها بليت للاستعمار، وللاستعمار جنود استوردوا لنا كثيرا من التقنينات فغلبونا، ولكنه حينما زال الاستعمار ظن الناس أن الاستعمار بكل ألوانه زال. لا، ليس الاستعمار وجود محتل في الأرض، ولكنه قد ينأى عن الأرض ويترك له أعوانا يزيعون ما يحب، وأعوانا يشجعون ما يحب، وقد يحتلنا بشيء آخر غير وجود احتلال عسكري في البلد. ولذلك كان يجب علينا أن نتريث، وهذا التريث حفاظ على الشمعة. الشمعة قد لا تنير مكانا واسعا، لكننا نحافظ عليها، لأنه من الممكن أن نكسرها فتنير أكثر، أو نأخذ منها نارا نشبها حريقا على أعدائنا. فليس من السهل أن نترك من ينفخ الشمعة ليطفئها نهائيا. استبقوا هذه الشمعة، استبقوها لتأخذوا منها النور للمحب والنار للمبغض، استبقوها. واعلموا جيدا أننا لا نستطيع أن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كان قوتنا من فأسنا. لاحظوا جيدا كيف نأكل، من أين نطعم. لا تحادوا قبل أن تعدوا، فإن العداء قبل الإعداد هو عين الفساد والفساد والفساد. يا قوم لا تستمعوا إلى أحد، لأن دينكم واضح، دينكم فطري. واعلموا أن خصوم الإسلام لم يقدروا على الإسلام من ذواتهم، فدخلوا عليه من أبنائه، وجعلوا لكل واحد أملا في أن يكون أميرا أو حاكما. ولذلك أعلنت أنا دائما أنا لا أريد أن أحكم بالإسلام، ولكني أريد أن أحكم بالإسلام. أنا الإسلام أمين علي أن أكون محكوما له بأي واحد من أدنى الأرض، ورجله على رقبتي وعلى رأسي، ولكني لا أحب أن أحكم أنا بالإسلام، لأن طالب الولاية حتى لا يولى نقول له ابعد عني. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب علينا أن نتنبه جيدا إلى ما يراد بنا من كيد وما يراد بنا من شر. واعلموا جيدا أنني كما قال أخي لست من رجال السلطة، فأنا الوحيد في مصر الذي رد قرارات جمهورية ولم يستمع لها في تاريخها كلها ملكية أو جمهورية. فلا يستطيع أحد أن يتهمنا أبدا بأننا علماء سلطة. تلك هي المراحل. فأروني في مصر، مصر الكنانة، مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها في رباط إلى يوم القيامة. من يقول عن مصر أنها أمة كافرة؟ إذن فمن المسلمون؟ من المؤمنون؟ مصر التي صدرت علم الإسلام إلى الدنيا كلها، صدرته حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام، هي التي صدرت علماء الدنيا كلها علم الإسلام. أنا أقول عنها ذلك، ذلك هو تحقيق العلم في أزارها الشريف. وأما دفاع عن الإسلام فانظروا إلى التاريخ، من الذي ردها مجية التتار عنه؟ إنها مصر. من الذي رد هجوم الصليبيين على الإسلام وعلى المسلمين؟ إنها مصر. وستظل مصر دائما رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مستغل أو مدفوع من خصوم الإسلام هنا أو خارج هنا، إنها مصر ستظل دائماً.